وَمَا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، أحسن الله عليكم وشكر لكم وبارك فيكم وجعل مساعينا ومساعيكم في مرضي. اللهم أمين، اللهم أمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. كان معي سؤال أو بعض الأسئلة من حلقة اليوم لم نعرضها على فضيلة الشيخ شعبان درويش، وأرجأناها لفضيلتكم حفظكم الله جميعا. الأخ محمد يسأل ويقول عن معنى الآية الكريمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم شيخي الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، العلم خير ما يتقرب به المرء لربه جل في علاه، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والقاعدة عند العلماء الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فهم على الوكالة فيما يحملونه من إرث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله أمنة لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالعلماء أمنة للأمة، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد، لا سيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. فإذا قال: فإن قبض الله العلماء إن لم يبقي عالما، لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، يعني عندما اتصال أوقفني. مع اتصال. طيب أوقفني. تفضل. لا تفضل. تقدس من النبي سيدي، استغفر الله. تفضل. نكمل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أستاذ. الحمد لله. تفضل. حياكم الله وحيا حضرتك وحيا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك حبيبي. اتفضل. الله يكرمك يا استاذنا الفاضل. حضرتك ليا سؤالين، الله يبارك فيك. سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، لو في رجل توفي وترك ولد وبنتين، والبيت اللي هو تركه، البيت اللي هو تركه كان بيت يعني قديم شويه، فالابن قام بهدمه وبنائه مرة أخرى، ده بعد وفاة والده. فالأخوات اتنين أخواته بيطالبوا بحقهم في البيت، بعد بنائه، بعد تجديد بنائه، فهل لهم في الحق حق في ذلك؟ وما حقهم في تركة أبوهم؟ يعني هل يقيم البيت قبل الهدم مثلا أو ولا إيه؟ واضح السؤال. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أخوهم لو في مثلا واحد عاوز يحدد، هو لما جدد البيت، اخي استاذ عبد الله، كان باذن من الاختين، يعني هذا الاخ لما هدم بيت ابيهم بعد وفاته واعاد بناءه، كان باذن من الاختين، يعني قال لهم انا سوف اهدم البيت واعيد البناء. اخويا اخي الحبيب. طيب يكفي هذا. استاذه اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. كده اهلا ومرحبا. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. أول سؤال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن كان ترك المرأة وإن كان محقا. ما هو المرأة في هذا الحديث؟
كان سؤال. أنا لما تجوزت كان بابا طالب على جوزي اللي هو المهر يعني جرام بالجرام يعني مثلا 40 جرام. فلما بعد يوم تجوزت بسنتين جوزي قال لي أنا أخدهم وأرجعهم لك تاني. السؤال الثاني غير مفهوم يا أستاذة أسماء. أعيد السؤال مرة أخرى. تفضل. أنا لما تجوزت بابا طلب على جوزي المهر جرامات ذهب بالجرام يعني. فبعد ما تجوزت بسنتين جوزي قال لي أنا أخذ منك الذهب بتاعك أنا شغاله لصالحي وهرجعه لك يعني. قلت له لما ترجعه بثمن الجرام الوقت اللي هترجعه فيه مثلا بعد سنتين ثلاثة. فرجعه لي فكان لما هو باعه ب 12,000. لما رجعه لي كانت سعر الذهب غالي فرجعه لي 25,000. فهل الزيادة اللي أنا أخذتها ضريبة ولا من حقي يعني؟ مش جرامات أمام جرامات؟ نعم. مش هو أخذ مني جرامات معينة رجع لك نفس الجرامات؟ أي لا بس رجعهم لي بثمن ثمن الجرامات يعني فلوس. بثمن يعني سعر اليوم الذي رد فيه الدين. طيب. أيوه. حاضر فأمان الله. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناصر شيخ الكريم. نعم نعم. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال بين هذه الساعة في أزمنة نعيش فيها بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق أو الرجل التافه يتكلم في أمر العام. هذا إذا عز العلم. وهناك فهم مغلوط عند الناس في مسألة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العلم. أي علم يستعاذ منه؟ قال وأعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك فهم مغلوط في مسألة العلم الذي لا ينفع. علم الشرع نافع بكل أحواله. يعني من حمل علم الشرع نافع بكل أحواله. سأبين كيف. وهذا يمكن يكون بعيد عن كثير ممن يطلع على هذا الباب. لأن الجميع يجيشون الجيوش في الأدلة على أن من علم علما فلم يعمل به هذا صار وبالا عليه وسيسأل عنه وازدادت الحج عليه. وأتونا بالرواية التي جاءت عن أبي الدرداء موقوف عليه. فالحق أنهم لو دقة النظر أعمقت وغاصت في المعاني لعلم أن من اختاره الله جل في علاه واصطفاه لحمل العلم فهذا من أرفع الناس درجة. وهذا العلم ينفع وينفع. قل لي كيف. أقول لك أولا الأصل أن من تعلم علما لأنه طبعا احنا ما زلنا معاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يبقى أوتوا العلم درجات. طيب فلذلك قلت أوتوا العلم ما قال عملا. ما قال العمل صحيح ولا لا؟ لا ما قالت العمل. احنا الآن جعلناها فقط للي يعمل بالعلم. أنا أقول أولا مطلوب من عندما تصل أوقفني لأن المسألة ما تحتاج إلى اختصار بعد إذن حضرتك سامحني. فالحاصل من أوتي العلم المطلوب منه أصالة أن يعمل. هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. ومن عمل بما علم زاده الله علما فوق علمه. هذا الأصل الأصيل. ولذلك كان ابن عيينة يقول يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وقال الإمام الزهري قال في هذا الباب يعني من عمل أو العكس. الزهري الذي قال بمسألة الزكاة وابن عيينة الذي قال من عمل بالحديث مرة صار من أهله. لذلك لما وصل لأحمد لما نما إلى علمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم عند أبي طيبة وأعطاه أجرة أعطاه درهما ذهب فاحتجم فأعطى الحجامة أجرة ودعا له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ائتسام برسول الله تطبيقا للحديث. فالأصل الأصيل أن العلم الانتفاع به هو العمل به وده صحيح فهمني. لكن قد يكون العلم منتفع به دون العمل. رجل في العمل ليست له همة عالية مع أن هذا احنا نتكلم الآن الأكمل والأعظم أن كل علم أن يعمل به ولا ننفي عنه الزلات والسقطات لأنه ليس ملك. لكن علم علما وكان علما جما متقنا ولم يعمل به هل ينتفع أم لا ينتفع بعد الاتصال أبي؟ سامحني. أم روان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤالين؟ اتفضلي يا فندم. اول سؤال انا بقرا القران فبحاول يعني اركز في التشكيل فما بفهمش اصلا كلام القران انا مش عارفه افهمه وما عنديش وقت حقيقي ان انا انزل مثلا حد يشرحه لي
ولما كان عندي وقت ان انا اروح حد يشرحولي انا ما بفهمش برضو الشرح، يعني انا فهمه بسيط قوي 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 على قدو يعني ده انا اقصد. فهل كده انا يعني اخد ثواب ان انا بقرا القران حتى لو انا مش فاهماه بس بحاول اجود يعني اقرا بالتشكيل؟ ربنا يرزقك. وقت الحيض ينفع ان انا اقرا القران حتى لو انا لابسه جوانتي؟ ودلوقتي حضرتك السؤال الثاني، معلش عشان مش سامع حضرتك، انا بتكلم ومش سامع حضرتك. انا بقعد الحمد لله والشكر لله بقعد من وقت من بعد اذان الفجر صلاه الفجر لحد الشروق بذكر الاذكار اللي هي الصباح، وبعدين بقرا قران لحد الشروق وبصلي ركعتين الشروق. هل دي يعني تحسب لي فعلا عمره وحجه؟ وبعدين انا اول صلاتي ما ابتدات الحكايه دي انا كان عندي خشوع وغير طبيعي يعني، وكان عندي لهفه، لكن دلوقتي بقيت بصليها مع تكرار يوميا بصليها اللي هو انا اخدت على كده، لكن ما فيش خشوع زي اول مرتين ثلاثه. هل برضو تحسب لي عمره؟ شكرا لحضرتك وانا متابع حضرتك، فيا ريت تكون سمعتني. مع السلامه. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اعاود الاتصال اخ كريم. نعم شيخ كريم، نواصل. نعم نواصل على هذا، وانه لو حمل العلم ايضا ينتفع بهذا العلم. رجل قد اوتي همة للطلب ولم يؤت همة للعمل. سأضرب مثلا بذلك أبو بكر بن العربي، ومن يخفى عليه أبو بكر مثل أبي بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي قال: شربت ماء زمزم للعلم فأوتيته، وليتني شربت معه للعمل. هو توقف العمل؟ ما توقف، لكن يقصد زيادة العمل بالعلم. وأيضا الإمام مالك، قيل عن الإمام مالك أنه ما كان كثير العمل، هو هناك خبيئة بينه وبين ربه جل في علاه. طيب كيف حل اللغز هذا؟ بعد ازال الاتصال. ماشي ان شاء الله. بعد محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. ازي حضرتك؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك. انا بسال عن صحه ما يقال عن ان في ان الملائكه اللي هم ما بيكتبوش السيئه الا بعد 6 ساعات، صح الكلام ده ولا غلط؟ يعني لو الانسان استغفر خلال 6 ساعات ممكن ربنا يغفر له يعني؟ حاضر، يا ربنا يغفر لنا جميعا يا رب. وبرضه بسال عن صحه مس المصحف، يعني قراءه القران من المصحف بس للحفظ، مش للتلاوه ولا للتعبد، يعني للحفظ ممكن يبقى على غير وضوء؟ شكرا لحضرتك وشكرا للدكتور. الله يبارك. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نواصل. نواصل. اذا فهؤلاء اوتوا العلم، فالحق ان هذا العلم نافع في نفسه، علم شر، علم عن الله، علم بامر الله، وعلم عن الله. الا يعد عدم العمل من النفاق والعياذ بالله؟ ممتاز، سؤال واضح جدا، بس اكمل جزئيه واحده. فاذا هؤلاء الواجبات والمستحبات ياتون بها، لكن ليس كل ما تعلموه يستطيعون العمل به. فما النفع فيه؟ النفع فيه توصيله للناس، الدل على خير كفاعله، من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة الى اخر الحديث. فله. طيب، وايضا هنا الان من باب التعاون على البر والتقوى، الامر الثالث وهو بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها ما قال عمل بها. والان نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه لمن هو افقى منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. بعيدا هذا العلم نافع في نفسه في كل الأحوال. لذلك أنا أقول للغر الذي لا يستطيع أن يعمق النظر في من أتاه الله العلم: لا تنظر له بنظر الدون، لأن الله أهله ليحمل العلم. هذه أول شيء، ولأن هذا العلم علم شريف. الاتصال. أنا لا أعكر عليك، بس لكني النقطة لابد تصل على كمالتها بإذنك وبفضلك وسماحة خلقك. أنا أسمع بشدة جزاك الله خير، استيعاب وبحب. الله يرضى عنك. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحمد، الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضل. أنا بحفظ قرآن في زاوية. ما شاء الله. وبعدين أنا قلت أصلح للزاوية دوت، يعني مثلا نقول حق الكهرباء أو حق المية، فهذا انا بدفع انا من جيبي، انت ما تدفعش حاجه، فهل يكون عليه وزر انا مثلا؟ مش فاهم، انت بتدفع ميه المسجد وكهربه المسجد من مع حضرتك يعني من جيبك؟ لا، انا قلت للراجل صاحب الزاويه يعني قلت له خد حق الكهرباء او حق الميه.
معايا؟ وبعدين؟ ألو معاك بس قال لي لا أنا بدفع على ما هو أنا بدفع يعني، قال أنت ما تدفعش حاجة. تمام. فعليا أنا وزر كده؟ وزر إن أنت عايز تعمل خير وهو قال لك لا أنا هدفع أنا؟ شيخنا يجيبك. يعني أنا بحافظ في الزاوية ديت وباخد مصاريف من العيال، فبقول لك صاحب الزاوية أدفع الكهرباء وحق المية. حاضر. قال لي لا أنا اللي هدفع أنا. حاضر ربنا يتقبل. السؤال الثاني لو سمحت. هات السؤال. بطاقة التموين خطفوها من العيال. ففي واحد يعني زي معقب كده فقال أنا أطلعها لك ومش عارف بقى هياخد فلوس ولا مش هياخد. فلو خد فلوس يبقى أنا مشيته. حاضر. أستاذ عماد. حاضر في أمان الله. أستاذ عماد السلام عليكم. السلام عليكم. نوطي صوت التلفزيون من فضلك يا اخي عماد. تفضل. تفضل يا فندم. شيخنا بارك الله فيكم. وارفع الصوت. تفضل. وظف شيخنا في اداره ونبعد اظن حوالي 20 متر عن المسجد. فهل شيخنا يجوز لي ان اصلي مع الموظفين في الاداره؟ يعني انتوا في اداره؟ وبعيد عن المسجد 20 مترا تمام؟ فهتصلوا في الجماعه اللي هي في الاداره اللي انتوا فيها والمسجد قريب منكم جدا صح كده؟ نعم مدعي. نعم يا شيخ مدعي مدعي والمسجد لا يبعد كثيرا اسمع النداء. طب ليه ما بتروحوش كلكم المسجد وترجعوا؟ ايوه مدعي مدعي. الداعي ضغط الشغل يا شيخ. اداره العمل. حاضر جزاكم الله خير. جزاكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابا محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ بارك الله فيكم وبارك الله فيك الشيخ. الله يرضى عنك. بارك الله. تفضل. والله عندي فتوى يا شيخنا ربنا يكرمك. الحكم رجل توفى فحطينا الخشبة المفروض من ناحية اليمين تبقى رأس المتوفي، فاحنا نسينا وحطينا الرجلين ناحية اليمين وصلينا عليه. حاضر الله يرحمه. يعني هما كانوا واقفين عند الرجل مش عند الراس. نعم. الله يتوفى الانفس. في برضه على المقابر بقينا ماشيين بيه كانت رجلينا من قدام. الله يرحمه. امين. حاضر. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. بارك الله وفيك. بارك الله في امان الله. نعم شيخ كريم نختم في دقائق قليله لان الوقت ده همنا في دقيقه معي اتصالات كثيره. نعم شيخ كريم. قلت بان هذا علم نافع في نفسه والله اصطفى له، والغر الذي لا يستطيع ان ينظر لطالب العلم او للعالم بقدره ان الله تعالى اصطفاه على الناس لان العلم اصطفاء. اذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا سازيد نقطه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعلم علم لا ينفع استعيذ بك من علم لا ينفع؟ يبقى اذا العلم الذي لا ينفع العلم الذي لا يفيد في الاخره. هذا علم لا ينفع بحال من الاحوال. لا تقول لي علم الهندسه وعلم الطب لا ينفع في الاخره، بل هو نافع جدا في الاخره، مع انه اعمار للدنيا. لكنه فرض كفايات. ممتاز فرض كفايات واصلا نفع فيه للمسلمين. صحيح. فالمساله له ولهم عليه في الاخره. اذا لم نتعلمه جميعا نافع. ممتاز جميعا. يبقى النيه مقدمه سينتفع فيه الاخره، لكن هل كل الثناء الذي جاء في الكتاب يدخل تحته؟ لا ما يدخل تحته. اي ثناء جاء في العلم هو في العلم الشرعي في هذا الباب، وهذا علم من المكملات اللي هو لابد منه وكما قلت لحضرتك هو فرض كفايه. إن لم يتعلموا أحد يأثم الجميع، الأمة بأسرها تأثم. العلم الذي لا ينفع علم النجوم، علم الأبراج اللي احنا نسمع عنه ليل ونهار. علم آخر جميل جدا وعلم التخطيط، إيش علم التخطيط؟ الكرة، إنه يصل إلى السنتر ويدخل هدف، هذا علم إدارة، رأس، هذا كل هذا علم لا ينفع بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ بس بقى أكل عيش ناس يعني. وهذا فيها نظر أيضا شرعا. يعني هذه حتى فيها شرعا نظر ومسألة لا سبق إلا في عامة. دعنا نتكلم في هذا الباب، لكن هل هو جائز؟ كل هذا جائز، هذا له ليس علم، هذا له ليس علما، فلا احد يقول بان هذا علم ويخطط ويعطي ساعات و14 ساعه من اجل، هذا حرام، هذا تضييع للاعمار فيما لا يفيد. فهذا مع انها جائزه، مع انها لها ترفيه للنفس، ما في اي كلام في هذا الباب، لكن ان تتخذ بانها كجمعه كامله وعلم، هذا ليس بعلم بحال من الاحوال، هذا علم لا ينفعه الان. الأمر الثاني الذي نقال فيه العلم الشرعي قد لا ينفع عندما يشتري به صاحبه الدنيا.
يبقى أخذ علم للآخرة طلب به الدنيا لم يروح رائحة الجنة. هذه أم المصائب. ولا يمكن أن يكون مصطفى هذا الباب. أول من يصعر به النار. ممتاز. ولا يمكن أن يكون مصطفى. ولأنني أقول هؤلاء أشبه علماء ليسوا علماء. إذا داعبت بشاشة الإيمان القلب وعلم معنى العلم لا يمكن أن يستبدل الآخرة بالدنيا. مع أنه إيش يكون عاصيا له زلات سقطات أخطاء هذه بشرية الإنسان. لكن أنه يعدل بعد أن من الله عليه بهذه المنة العظيمة يعدل بالآخرة شيئا هذا مجنون. لا يمكن أن يكون علما لا يمكن أن يكون عالما. طب من فعل ذلك وعلى مر السنين قد حدث نقول أشبه علماء ليسوا بعلماء. هذا الحق في هذا الباب. يبقى إذن العلم الشرعي نافع في نفسه في ذاته ينتفع به المرء بالعمل وينتفع بنشره قد يكون وبالا إن اشترى به الدنيا. ولذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا مغفل ليس له لا في العير ولا في النفير. وهذا هذا من ختم الله على القلوب. نعوذ بالله من هؤلاء ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونعوذ بالله الكريم أن يميل القلب للدنيا بعمل الآخرة. نعوذ بالله من ذلك. اللهم آمين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل ونعوذ بالله آمين. من الخذلة. آمين يا رب العالمين. آمين. وأن يرزقنا العلم النافع يا رب. آمين, آمين الله يا رب آمين. العالمين آمين. أخونا الأستاذ عبد الله رجل توفي الله يغفر له ويرحمه جميع موتانا جميعا آمين. وترك ولدا وبنتين. نعم. والتركة عبارة عن بيت قديم هدم الأخ البيت الله أعلم بقى بدون إذن الأختين أم لا وأعاد بناءه من ماله والأختان يطالبنه بحقهن في بيت أبيهم أو أبيهما فما العمل؟ نعم إتماما لما مضى عشان ما يكونش رمش انكسر يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات أن العلماء هم أرفع الناس منزلة إنما العلماء هم ورثة الأنبياء حتى تكون ختام صحيح في هذا الباب. بالنسبة لهذه المسألة الإرث لابد أن يوزع على ما قسمه الله في كتابه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا هذا لهم أسهم في هذا البيت وإذا انهدم فأسهمهم في الأرض. فإذا جاء هو فبنى عليها ولو بماله هو تعدى عليه على حقوقه أو حقوقهن فكان لابد لزاما أن يستأذن منهما قبل أن يفعل هذا كان يعني يثمن البيت يعرف القديم يعرف ويعطي كل واحد قدر الأسهم يعرف قدر الأسهم صحيح يعرف هو الآن تعدى في مسألة البناء. لو هم حتى تغافلوا وقالوا طيب نريد الحظ والنصيب لنا في هذا الباب يعرف السهم أصالة الذي لهم قبل البناء ثم ذلك يحدث شيء اسمه في الميراث اسمه التخارج فيثمن ويقيم ما لهم ويعطي لكل واحدة حقها وإلا بخس الحقوق ليس بالهين لا سيما هذا ملك لهم والأرض هم لهم في الأرض خسها صحيح في الأرض ما هو بنى أنا الآن تعدي في الباب فهو كما قلت لك التراضي إنما البيع عن تراض يثمن أو يأتي بخبير يقول له الأرض قبل أن تبنى في وقت كذا هو السؤال آسف هو سأل طب نحن نثمن متى قبل أن أبني بعد ما بنيت فإبني حضرتك من يوم أن ملكت في هذا الباب وأنت عندما جئت لتبني عشان تغير الحال تعرف كم الثمن فتعطيهم هي في الحقيقة لم تكن نسمة. أرضا كانت بيتا نعم. هدم البيت هل اللي أنا أفهمه أن هم ارتضوا بذلك جميعا لعلهم ارتضوا بذلك ما ارتضوا أيضا أمر آخر لأن حقهم في المسألة لابد أن تظهر يعني إذن لهما له حق وجب علي أن يؤدي تمام. هذا الحق لذي الحق تمام بارك الله فيك فضلت الدكتور محمد أخت أسماء تسأل عن حديث أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محرم ما معنى المراء؟ المراء هو الجدار على الباطل المراء هنا هو الجدار على الباطل لأن الجدار بالحق ممدوح في كل أحواله حتى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا جدال بالباطل الجدال بالحق الإظهار الحق وجب الإنسان أن يفعله لكن المراء هو ممكن يكون جدال بالحق طلب الإيش طلب المغالبة وهذا أيضا يدخل في هذا الباب فإذن المقصود بالمراء هنا الجدال بالباطل وأن يعلم أن صاحبه له الحق شو ابن حزم حصل بينه وبين عالم مسألة كانت في اللغة وكان الحق مع صاحبه لكن ابن حزم فحل
وألحن، يعني هو يستطيع أن يعني يعمي في المسألة. فهو لما تكلم وزيق في المسألة أقنع الجميع بأن الحق معه. لما رجع ثوره في نفسي أشياء، ففتح وبدأ يراجع، فظهر أن الحق مع من؟ مع صاحب. فبعث إليه وقال الحق معك ليس معي على ما أذكر الآن. وفي المجلس جاء فأقر بحق. هذا هو. لكن من جادل للمغالبة وهو يعلم أن صاحبه له الحق دخل في المراء ودخل فيها، يبقى من ترك ذلك له بيت في رباط الجنة لله جل وعلا. نعم. عند الله جل وعلا. نعم. الزوج اشترى أو أخذ الذهب من الزوجة لما باعه كان ب 12,000، لما جاي ولها يعني حقها. ذهبها مهرها. نعم. لما أتى يوم الرد رده أو رده بسعر يوم الرد كان بقى ب 25,000، فهل في هذا ربا؟ ويرتضت. ما هو ويرتضت. هي ارتضت. طيب خلاص، هذا هو. ما فيهوش ربا يعني؟ أصله ذلك يا ابن عمر. وشوف حضرتك، الصرف في الذمم يجوز، وده أمر صعب شوية. الصرف في غير الذمم لا يجوز. صرف في غير الذمم يعني إيش؟ يعني الدرهم بدرهمين ربا، كما قال سلمان لا تبيع الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين. لكن قد يكون الدرهم بدولارين في الذمم يصح، صرف الذمم قد يجوز، وهذه مسألة واسعة. لكن أتيك بالدليل لينهي المسألة. ابن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نشتري بالدنانير ونعطي بالدراهم، يعني بنشتري آجل بالدنانير ولما ينسد بنسد بالإيه؟ بالدراهم. عملة مختلفة ولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إن كان بسعر يومها وأن تتفرقا وليس بينكما شيء. خلاف الفقه في العلماء هل ده شرط أو غير شرط، لكن الحق أنه طالما بسعر اليوم جاز ذلك، وأن يتفرقا وليس بينهما هذا التكامل، وليس بينهما شيء. فهو الآن حضرتك كان السؤال في محله، هل بسعر اليوم؟ قالت لك نعم وأعطاها المال كلية، فإذا هذا كان دينا في ذمته ورده بعملة أخرى على التراضي بينهما، وإنما البيع عن تراض والصرف في الذمم يجوز. جزاكم الله خير. أم روان تقرأ القرآن دون تركيز، نعم، أو هي مركزة في التشكيل في الضبط، فده يجعلها ربما لا تفهم كثيرا من الآيات، فهل إذا قرأت بلا فهم تؤجر؟ نعم تؤجر. نعم تؤجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، ما قال بالفهم أو الآن، بالقراءة. قرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف لام حرف ميم ميم حرف. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت إيش؟ تقرأها. فالمسألة لها الأجر، نعم لها الأجر، لكن إيش الأعظم؟ لابد من الفهم والتدبر طبعا. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو نعم. كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم ارزقنا الفهم. فلا يجدوا لا اختلاف لا كثير ولا قليل، هو من عند الله علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. تستعين بالله عز وجل وببعض ثم ببعض التفاسير. والله أنا أقول، واللغة أيضا. نعم. لغة هذه لغة القرآن يا شيخ، هذا يجب على الناس أن يتعلموا لغة القرآن. فتتعلم وتسمع ببعض الأشرطة يسيرا، وهذا يفيدها إن شاء الله. إن شاء الله، صلى الله القبول. أمين. قراءة القرآن بقفاز أو بدون قفاز، ما الحكم؟ جوينت. هذه لو لبست بمهنة البيت وقرأت القرآن لها ذلك. نعم. ليس فيها ثمة شيء، وإن كان هي يتعاظم الأمر عندها في الأجر أنها تكون متكاملة الزي مستقبلة القبلة على الطهارة وتقرأ، أعظم في الأجر. لكن لبس مهنة البيت ما تعمل به في البيت وتقرأ شعرها ظاهر، جائز كل هذا. جزاكم الله خير. صلى الله أن يرزقنا قراءة القرآن. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. هي تجلس بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل حتى بعد الشروق تصلي ركعتي الضحى. الأجر والثواب المترتب في الحديث. هذه ليست الضحى، هذه ركعات الشروق. نعم. الثواب المترتب على الحديث، طبعا الحديث فيه اختلاف. الحديث أنا لسه كنت أقولها لك. نعم. مسألة التصحيح، التحسين والتصحيح مسألة اجتهادية. نعم. أنا أدعو الله بأن هذا الحديث منكر. نعم. جزاك الله خير. لكن هناك من قال بصحته، ومن قال بصحته يقول إذا صلت وذكرت الله جل وعلا ليس شرطا في مكانها، للناس يحسبون لو تحركت يمينا أو يسارا ضاع الأجر. لا، أنت لو طفت في البيت في المسجد أسري ما فيها شيء، المهم أنك تكون على ذكر لله، فيطلع الشمس تصلي ركعتين أجل حجة وعمرة تامة وصلاحة عمل يسير فيه هذا الأجر الكبير. هذه إشارات عند بعض علماء الحديث يقولون هذه تبين نكارة المتن في هذا الباب. جزاكم الله خير. كحديث السوق كانت في البدايات
في أولى الصلوات عندما كانت تبدأ هذه السنة كانت تخشع في صلاتها، الآن أصبحت عادة تؤديها كعادة، الأجر والثواب وكيف تعود إلى العبادة وروح العبادة كما كانت شيخي الكريم. ممتاز. نعم أخي الكريم، إن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قال إلف النفس للعبادة هذا خير، لكن إيش اللي خلاها صارت عادة عندها؟ هناك أمور أخرى دخلت في الباب. يعني الإنسان لما بتعدى، أنا أحكي لك أمر من العبادة كان موجودا فلم يذهب، لأن الله رحيم، إذا من عليك بشيء ثبته لك إلا أن تأبى، إلا أن تأبى، الله رحيم. لكن الإشكال أنه بتأتي معاصي، بيأتي بعض التفريط، فما الذي يحدث؟ ينزع الروح منها، ونزع الروح من العبادة قتل. فمن أجل أن ترجع إليها تعاود ما كان بينها وبين ربها، أكيد ستجد خللا حدث بينها وبين الله جل في علاه في أمور معينة كانت تستديم عليها فتغفلت عنها، تركتها، أمور أخرى جدت عليها فلم تدفعها، ينكت نكتة سوداء في القلب. عليها كثرة الاستغفار وكثرة قراءة القرآن وأيضا الصدقة، وعليها بالدعاء سجودا، سيمنحها الله جل في علاه ما ذهب منها. أسأل الله أن يرزقنا الخشوع والقراءة القرآن والعمل الصالح والقبول على إخلاص. آمين. والإخلاص صبح إنما يتقبل على إخلاص. نسأل الله أن يثبتنا أكل الحق، إنما يتقبل الله من المتقين جميعا. شيخ كريم اللهم أمين. أم محمود، صحت ما يقال أن الملائكة لا تكتب السيئة إلا بعد مدة، كل هذا ورد. هل ساعات محددة، 6 ساعات ولا مدة؟ والله هي مدة معينة. نعم. يعني في هذا الباب، لكن أنا نقول بأنه حتى لو كتبت في نفس اللحظة ماذا يحدث؟ يعني هو طبعا ينفي هذا الكلام، عشان عندنا حديث في الصحيحين ينفي هذا الكلام، الإمهال هذا، يعني يعلم الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذا في الصحيح، كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال إن هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 70 ضعف إلى أضعف كثير، يعلمه الله جل وعلا. وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة من كرم الله وجودي، وإن هم بسيئة فعملها الفاء أنت أهل اللغة، الفاء في السرعة والتحقيق، انتهى الموضوع، فاكتبوها له سيئة، فإن عملها فإن هم بحسب سيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، إيش؟ فإنما تركها من جراء، مش واحد صد عنها فيكتب له حسنة، لا، من جراء، يعني هو تراجع فعلم أنه ساغب بين يدي الله فلا فخلص فرجع عنه فتكتب له، كالذي كان في الغار مع الثلاثة يعني، وترك ابنة عمه، ترك ابنة عمه وأعطاها المال خشية الله، لما قالت له أيوة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. بارك الله فيكم. انصرف عن المعصية. نعم. خشية الله عز وجل. ممتاز. نعم. فهذا تكتب له حسنة بفضل الله جل في علاه. نعم. والأمر الثاني أقول ثبتت، كتبت، رفعت اليد تمحوها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتين حسنات. أمر آخر غير ترفع اليد، أساءت كتبت ركعتين، وضوءا، استغفارا، صدقة بدرهم واحد، كل هذا يمحي ما يعني ما مضى. الصلاة التالية الاهتمام بها والتوضؤ والتهيئة لو تكفر ما مضى. صليت معنا. ممتاز. نعم. أحسنت. صحيح. فقال إذا فقد غفر الله لك. وقال عليه إن الحسنات يذهبن السيئة. حتى رجل زهل قال ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. نعم. بارك الله فيكم. نعم. اللهم ارزقنا التوبة. آمين. نستغفر الله ونتوب إليه. نعم. استغفر الله. قراءة القرآن الأخت للحفظ تقول من غير وضوء، يعني هي عندها ورد تحفظه يوميا، فهي بتكرره من غير ما تمسك المصحف ولا غير، يعني سواء من المصحف أو من يعني أنت عايز كل الذاكرة، هذا من الذاكرة لها ذلك، غير متوضئ لها ذلك. علي بن أبي طالب قال، وهذا حسن، علي بن أبي طالب قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه شيء عن القراءة سوى الجنابة عليه الصلاة والسلام فقط. وأيضا مع أن الأكل من تكون متوضئة، وأيضا إن قرأته من الهاتف، يعني تنسى الآية فتفتح الهاتف مش في المصحف، لأن الهاتف فيه تطبيقات كثيرة فلها ذلك، أما مس المصحف لا، لأن الحديث كما قال ابن عبد البر تلقته الأمة بالقبول، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا جمهور الفقهاء يقولون بذلك، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذا حديث يدين الله بصحته، فلا يجوز لها أن تمس المصحف حالة كونها غير متوضئة، لكن تقرأ نعم لها أن تقرأ من محفوظها، من محفوظها أو بالتابلت أو الهاتف لها ذلك. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أخ محمد محفظ قرآن، الله يحفظه، في زاوية في مسجد، ربنا يتقبل. ما أهل القرآن تجان الرؤوس يا سيدي. طبعا يهتمون بكلام الله جل وعلا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جعلنا منهم. أمين. المهم الشاهد في السؤال إنه هو يعني عرض على صاحب الزاوية أو صاحب العقار اللي في الزاوية إنه يدفع المياه والكهرباء الخاصة بالمسجد لأنه يستفيد
من المصلى بأنه يحفظ الأولاد في المسجد ويأخذ أجرة من الأولاد على ما فهمته من سؤاله. فالأخ أبى وقال لا، أنا الذي سأدفع الكهرباء وسأدفع المياه. فهو الآن يستفيد من المسجد ويعلم الأولاد في المسجد ويأخذ الأجرة منهم داخل المسجد، ومع ذلك لا يدفع شيئا، فهل يأثم؟ نحن عندنا معضلة أخرى غير هذه المعضلة، معضلة الإجارة في المسجد. الإجارة في المسجد، الإجارة تفرع عن البيع، ولا يجوز، لا يجوز أصالة الإجارة في المسجد، ولا الإعلان على عمرة، وإعلان كل الذي تراه في المساجد هذا كله باطل حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا جاء الرجل التاجر قال لا أربح الله تجارتك، فما صاحب حال الأحوال؟ يعني مسألة الإجارة والتعاقد في الإجارة. يعلم الأبناء في المساجد، ومعظم الأبناء يحفظون القرآن في المساجد، وأحيانا المساجد تأخذ بعض الاشتراكات من أولياء الأمور، ما يجوز التأجير، كل الإجارات هذه لا تجوز. أين يحفظون؟ هنا الآن شوف حضرتك، التعاقد يكون برا، التعاقد يكون برا، يتعاقد معهم ماديا أو ماليا خارج المسجد، برا خارج المسجد، ودون دون أو حتى كل قضاء هذا التعاقد كله يكون برا داخل المسجد. ما في في المسجد إلا أنه يقرأ القرآن ويمشي. عشان جميل، يبقى يحفظهم داخل المسجد. نعم. ويعلمهم داخل المسجد. نعم. لكن يتخذ أمور التعاقدات والكلام فيها كلها برا، خارج المسجد برا، ويأخذ الثمن أو الأجرة برا المباحة طبعا. برا خارج المسجد مباحة، بس دي فيها كلام، فيها أقوال ثلاثة. نعم. مش هفصل فيها. نعم. طبعا أصلا لا يصح لأحد أن يحفظ القرآن ويأخذ المال عليه على أنه أجرة مقابل التعليم. تمام. أبدا. الأحناف طبعا كانوا يقولون ذلك، الجمهور قالوا بالجواز. حدا بالأحناف أن يقولوا بالجواز لمسألة أن الناس قالوا إيش يعني ما في أجرة؟ طب ننفض ونذهب إلى الأسواق، طب من يعلم الناس؟ ما فيش أحد يعلم الناس. نحن نقول هنا الآن القول الوسط بين القولين، يعني الجمهور قالوا بالجواز ولهم أدلة كثيرة، الأحناف قالوا بعدم الجواز، والمتأخرون من الأحناف قالوا بالجواز لما كان في التضييق عليهم. القول الوسط وهذا الذي أدين الله به، لا يأخذ أجرة على تحفيظ القرآن، وهو يأخذ ليس للتحفيظ أو للتعليم، حبس وقت، حبس وقت ممتاز. نعم. ممتاز. فضل هو فرض الله عليك برضوان، نتعلم منكم الخير. شيخ هذا هو، بارك الله فيك. يأخذ مقابل حبس الوقت. وهذا أيضا لا يأخذ إلا الكفاية، ليس له أن يزيد، يعني لا مغالاة ومش بقى أنا سامحني عايز كذا وكذا، أنا سأضرب وكذا. بالنار كل إجازة تؤخذ فيها بالعشرات، كل هذا ما الحرام. أصحاب الإجازات يأتي للرجل الولد يكون قتل نفسه عشان ياخذ الاجازه من رجل معه سند ويقول له ب40 و50، هذا مال حرام، هذا المال مال حرام، هذه متجره بالقران، ما يجوز بحال من الاحوال في هذا الباب. فنقول اصاله الكفايه، ولان هذه اسمها ماده الارتزاق، كان المفروض بيت مال المسلمين هو الذي يتكفل بهذا. طيب ان لم يكن فيكون ايش المساله، ان كانت في الجهودات فتكون على الكفايه لا زياده، لان الرجل لا يتطلع للدنيا بقرانه. الرسول قال يعني سيأتي زمان على أمتي يتعجلونه ولا يتأجلونه، اقرأوا القرآن. طيب قال ولا تأكلوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا فيه، قال ولا تأكلوا به، حتى لا ينزل تحت قوله لا تأكلوا به. فهو رجل على حبس الوقت بيأخذ المال ولا تكون مزايدة. نعم. يقول له أنك لابد تدفع زيادة، وطبعا كل ده برا المسجد. نعم. جزاكم الله خير. أظن يا أستاذ محمد هذا مفهوم، وليس آثما إن لم يدفع، لان اصل الدين اصل مسالته، عشان ما بقاش احنا فوتنا المعضله. لا هو ليس عليه اثم، ليس عليه اثم ولا عليه شيء، وهو اصلا يعني المساله المسجد مصنوع لهذا، المسجد بني لذلك، للصلاه هذا الاصل، وللخطب وللعلم ولتحفيظ القران، فهو ليس عليه شيء. الاجره ياخذها خارج المسجد ويتفق خارج المسجد. ممتاز. تمام. وهو لا ياثم انه ما يدفعش النور والكهرباء والكلام ده. اظن الكلام واضح يا شيخ محمد. نعم. بطاقه التموين لو في حد لا لا ده سؤال مختلف. نعم. سيدفع مالا ليتحصل عليه، يعني موظف هياخذ مالا وهذا حقه. حضرتك بقى اجبني على هذا. الله اعلم، انا ما اعرفش ظروف الاخ، يعني حقه، فاحنا ممكن يبقى نفترض. نعم. اذا كان هذا حقه وهو اصلا في اعواز ولن يصل اليه الا بالمال، يحاول ان لم يستطع فليعطي المال، ياخذه من ياخذه رشوه سحتا محاسب على ذلك، والرجل المظلوم هذا الذي يريد حقه ولا استعنص إليه إلا بذلك يتحصل عليه، وهو تبرأ ساحته، والآخر هذا المال لا يحل بهذا الضابط، بهذا الضابط، إعواز وهو هذا حقه ولن يأخذ حق غيره فله ذلك. أما إن كان رجلا غنيا ثريا، وهذا حتى لو كان هذا حقه ولا استعنص إليه إلا بالمال لا يجوز. ليش؟ لأنه سيدخل في مسألة لعن الله الراشي والمرتشي والرأش. جزاكم الله خير، ونعوذ بالله من ذلك كله. نعم. لو معنا اتصال او اتصالان يا استاذ عدنان قبل الختام. اخونا الاستاذ محمد ابو محمد
سؤاله في عماد الاول 20 متر يعني المسجد يبتعد 20 مترا عنه. شيخ انا ما والاداره تمانع انهم يذهبوا الى الصلاه. قبل ان تمانع هي ما قالش الاداره تمانع. هو اداره العمل قال. احنا انا قلت له ما الداعي؟ قال ضغط العمل. هو قال اداره العمل. قال ضغط العمل. العلم. ضبط. فقال ضغط العمل. انا ركزت معه عشان اعرف الحق انه لابد ان يذهب الى المسجد. ويكون قدوه لغيره. وهذه بركه لاعماله. طبعا. نعم، لكن ان كان على ما سمعت حضرتك انت وان شاء الله تكون اضبط مني، ان كان ضغط العمل فله ذلك ما دام سأصلي في الجماعه، لان انا اقول بان صلاه الجماعه ليست شرطا ان تكون في المسجد، حتى عند من قال بانها فرض ايش؟ فرض عين. حتى من قال الحنابله ليس شرطا في المعتمد عندهم والله تعالى اعلم واعلم انه ليس شرطا ان تكون الجماعه في المسجد، يعني ان صلاها في العمل جماعه صح الجماعه. في بيتي او سوقي، الحديث في صحيح مسلم ب 25 درجه تفضل صلاه الجماعه في بيتي، قال في سوقي طيب تفضل صلاه الفجر ب 25 سنه في سوقه، هذه يعني تكون مندوحه له في مكان الذي هو فيه فيجتمع الناس ويصلي بهم جماعه، لكن كما قلت ان لم يكن ضغط العمل المسجد اولى طبعا. لا وبعدين خطوات هم يؤجرون عليه يرفع ممتاز ترفع درجة وتحط، والامر الثاني نعم. اسوه للاخرين نعم وامتلاء المسجد واستغفار الملائكة صحيح. وتعليم الجاهل أمم من الحسنات وملك موكل لكل واحد نعم. اللهم اغفر له نعم. اللهم تب نعم. عليه نعم. اللهم يعني دعاء الملك مستجاب نعم. أستاذة نبيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أهلا ومرحبا تفضلي. انتهت الدورة وشفت الطهر وبعد ما اغتسلت لقيت فلوزات لونها أصفر. لحظة بعد الاغتسال رأيتي تعرف يعني الطهر بعد اذنك انا بس. هل تعرفين علامه الطهر يا استاذه نبيها؟ القصه البيضاء. القصه البيضاء ممتاز تمام. وبعدها وجدت افرازات اصفر. المشكله ان انا عندي وسواس ومن ساعتها يعني مش عارفه امارس اصلي ولا ما اصلي. انا بصلي بس مش مقتنعه شيخنا مضايقني جدا. شيخنا هيجيبك ان شاء الله. تدعوا لي بالشفاء من الوسواس. امين يا رب يعافيك يا رب مرضانا جميعا. استاذ مصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الحبيب تفضل. اهلا مرحبا. كنت اسال سؤال بس خاص بطبيعه العمل مع الموظفين في الشغل. اتفضل. بتبقى في ناس اخلاقياتها بتبقى الى حد ما يعني وحشه في التعامل معايا. فهل نبقى كل مثلا حد بيعاملني باسلوب وحش او باسلوب خارج عن الشريعه في الكلام والالفاظ، هل لو قطعته هل في اسم علي في الوقت ده في الوقت الراهن حاليا؟ يعني وحاولت كذا مره ان انا مثلا وضح السؤال يا استاذ مصطفى. حاضر. استاذ عبد الهادي المتصل الاخير في الحلقه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا تفضل. استاذ احمد ازي حالك عامل ايه يا فندم؟ في نعم لا تحصى ولا تعد الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب يبارك في المشايخ الافاضل كلهم. اللهم امين الله يرضى عنك تفضل. لو سمحت بس اولا سلمنا على الشيخ محمد انا بنحبه في الله والله. الله يرضى عنك احبك الله في احسن فيه. ربنا يحبك. كنا عايزين نحضرك بس شيخنا يعني في بعض القنوات حاليا على شاشه التلفزيون يعني للاسف الشديد دون تسميه يعني من غير تسميه للاسف الشديد بيسبون المشايخ والعلماء واهل العلم وعلى هذا الضرب يعني ايه المستمعين من المسلمين يعني للاسف الشديد بيتبعوا بيسبوا ربنا يحفظ الجميع. ما هو طبعا يعني كل بضاعه لها سوقها فجمهوره هيبقى كده يعني هيجيب منين؟ ربنا يحفظ الجميع ويتوب علينا وعليهم بس ده موضوع طويل قوي والوقت يعني اوشك على الانتهاء يا اخ عبد الهادي. نعم اسال الله ان يحفظ المسلمين جميعا. امين. الاستاذ ابو محمد حكم رجل الخشبه هم بدل ما يحطوا الراس ناحيه اليمين حطوا القدم ناحيه نعم. اليمين. السنه عند الصلاه على الميت يكون للرجل عند الراس وللمراه كما في حديث انس والمراه عند الوسط سترا عليها. واذا كان اجتمعت رجال ونساء بيكون الذي اقرب الى الامام او الامام هو الرجل وبعد ذلك الاقرب الى القبله المراه وتكون عند يعني الوسط عند الراس بحيث يكون المساله على السنه في هذا الباب. طب اختلف صلى على الوسط في الرجل والراس ونسيانا كل صلى ذلك الصلاه صحيحه. اصل الصلاه الدعاء وهو يدعو له والله يشفعهم فيه فالصلاة صحيحة في كل الأحوال. كذلك تشيع الجنازة كانت قدمه ليس للأمام لا بأس ولا فيها أي شيء. بارك الله فيك. طبعا الله المغفرة له نعم. وجميع موتاه رحمة لكل الأموات.
امين امين وان يلحقنا بهم على خير. امين. زخنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده. الاخت أمين. نبيها استغفر الله واتوب اليه. اللهم امين. استاذه نبيها رات علامه او القصه البيضاء. انا سعيد انها علمت. يعني الحمد كثير لله. النساء لا يعلمن كيف تؤمن. صحيح. بعد الاغتسال رات وهي عندها وسواس، نسال الله ان يعافيها منه، رات اصفرارا. تمام. هل هذا يمنعها من الصلاه؟ فلا تاخذ القاعده هذه، تحفظها جيدا. نعم. تحفظها جيدا. الصفره والقدره والقدره لها لها مرات ثلاثه. نعم. قبل نزول الحيض، في 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 وقت الحيض، بعد رؤيه الطهر. قبل نزول الحيض لا تعد شيء، يعني هذه علامه على الحيض سياتي، فلا تقطع صلاه ولا، لكن تغسل محل وتتوضا وتصلي. طيب. ووسط الحيض، يعني هي الان خلاص الحيض صار اسود برائحته بوصفه، ثم خف حتى صار احمر وردي، بعد ذلك تاتي الصفره والقدره. الصفره والقدره هنا نهايتها انها علامه على انها ستاتي الى الطهر. فهنا الصفره والقدره بعد انقطاع الدم في وقت الحيض قبل ان ترى الطهر، حيض حكمها حيض. المرتبه الثالثه وهي صفره وقدره بعدما رات الطهر، بعد ما رأت القصر البيضاء. نعم. لا تعد شيئا، تصلي وتصوم. تصلي وتصوم. بالنسبه للوسواس بلا، عليها بالدعاء وتتصدق وتستغفر وتكثر من الدعاء وتتخذ مفتيا. كل ما ياتيها الوسواس في مساله فتسال فيقول لها انت على صواب، انت على طهاره، صلاه صحيحه، تاخذ بكلامه ولا تسمع للوسوسه. شهر واحد ينتهي الامر باذن الله، إن شاء الله. لكن المهم تسمع وتطيع. امين يا رب العالمين. نعم شيخ كريم، الاخ مصطفى ربما يعتزل ويقاطع بعض الذين يتلفظون بألفاظ نبيه وأخلاقيات سيئة في بعض، في كثير من الأعمال إلا من رحم الله، فلو ابتعد عنهم وقاطعهم وقاطعهم، هل في هذا شيء شيخ كريم؟ هناك فرق بين أن يبتعد وبين أن يقاطع. نعم. أن يقاطع لا يجوز ويحرم عليه، لا يحل المسلم أن يجعل أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام. لكن أن يبتعد له ذلك، يأتي يسلم ويكون رفيقا هينا مؤدبا ويبتعد. ويكون هذا أنأى بنفسه وأصلح لقلبه وخلقه، لكن لا يقاطع ولا يخالط ولا يخالط، وهذا أفضل له وأنقى لقلبه. والمعاملة تكون على قدر العمل وتكون بأدب ورفق وإحسان. صح. وإن استطاع أن يعينهم في حاجاتهم فليسارع في ذلك، وهذا المنتظر من المؤمن، وهذا أسلم للقلب. نعم. نعم. أستاذ عبد الهادي طبعا الوقت معي دقيقتان، واتصل المتصل الأخير في الحلقة، لكن ما دام هناك وقت قليل ماذا نفعل؟ هل نشاهد هذه القنوات ام نعتزل هذه القنوات ام نمسح هذه القنوات من على الريسيفر؟ اولا جزاء الله كل خير طبعا، زاد الله خيرا وزاد الله خيرا على ما نصحنا في هذا الباب. الامر الثاني ان اقول خطوره المساله، الهجوم على اعراض العلماء والعلم والمتصدرين للدعوه، هذه خطوره عظيمه جدا، لان بها باسقاطهم اسقاط الشريعه، اسقاط الشريعه محاربه لله جل في علاه، ومحاربه لله نستنطر على انفسنا من السماء الحجاره. الناس لا تعقل هذا الباب، سيضيق الله على الجميع بسبب اسقاط الشريعه. هذا تضييق الله جل وعلا، ضيق على اهل مكه لانهم ضيقوا على الرسول واهانوه واهانوا من معه. ماذا قال النبي؟ خلاص المساله انتهت. اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف. فاذا خطوره التعريض باعراض العلماء معناه نقول ليسوا ملائكه، ولهم اخطاء ولهم زلات ولهم معاصي، ما فيش ملك ماشي في الشر. واحنا الان لو فلان من الناس عنده 10 امور نتفق معه وثلاثه نختلف معه، خلاص دعنا نتفق مع ما نتفق عليه، والامور الاخرى ما دامت فقهيه نتناصح فيما بيننا. هناك طوائف، هناك طوائف. لو اختلفت معهم في واحده خلاص انت ابعد الناس وشيطان رجيم، شيطانوك، وهذه مصيبه كبرى. ربما الانصاف عزيزي، ربما يخرجونه من المله أعوذ او بالله. من السنه أعوذ ويبدعونه أعوذ ويفسقونه. اعوذ بالله. كلما كان الخلاف يسع في مسألة ومسألتين. ولا وكلما كان الخلاف يسع فيسع، وهذه رحمه للامه. لكن انا اتكلم عن انه التعريض باعراض العلماء والتسلط على اعراض العلماء والاستهزاء بهم والانتقاص من قدرهم، والله يوشك ان تمطر السماء حجاره. ممكن الانسان يقول طب انت عاصي. نعم انا عاصي وربي، انا عاصي وازل، لكن انا ابين لك الحقيقه. نعم. لحوم العلماء مسمومه وآت الله في منتقصيهم معلومه. فانا اقول هذه القنوات لا، مش ما تتركهاش، انت تسمع لتعرف عيبها وتبين للناس ان هذا خطا. نعم. والشرع كذا،
وتنصح تبعت لهم بالرسائل او تتصل بهم تقول اتقوا الله انتم بهذا، نحن في سفينه واحده سنغرق جميعا. انا لا اطيق ان اشاهد مثل هذه القصه. انا اقصد لو هو يعني اذا كان رجل مصلح في هذا الباب لابد ان يفعل ذلك، ولا بد ان يتصل بهم وان ينصح لهم وان يكون رفيقا، ويدعو الله تعالى ان يؤلف بالقلوب جميعا. نحن في سفينه واحده، الخرق سياتي على الجميع. صحيح، يعني ليتنا ننشغل بتعليم الناس يا رب. امين. وتفقيه الناس، ولا يمكن ان ننجو الا بذلك، ولا ننشغل بعيوب الناس. نعم، اسال الله ان يسترنا واياكم. امين. انت لمحت، سامحني. نعم. ثانيه واحده وقفت في حلقي. شوف، من انشغل بعيوب الناس وكان سالما من العيوب انشا الله اناسا ينشؤون له عيوبا فيتكلمون فيه. اسال الله ان يسترنا، الله يسلمنا جميعا والمسلمين. أمين. والمسلمات. أمين. بستره الجميل. أمين. أمين. وان يردنا الى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين. وإلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين. وإلى آمين. سنة النبي الحبيب. آمين. صلى الله عليه. آمين. وسلم. دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. آمين آمين، حفظكم ربي. اللهم آمين وإياك. شكر الله لكم على هذا الإحسان، وسامحوني على الاستطالة. نحن نحبك. رضي الله عنك وعنكم. آمين. جميعا. آمين. رضي الله. آمين. وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه. آمين. وأن يبارك لنا في علمكم وفي. آمين. عملكم وفي أعماركم. آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.